مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معنا لقاء جديد ودرة جديدة من درر الشريعة الغراء، ألا وهي كرامات الأولياء. مشاهدي الكرام، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ارتد العرب، وسبب ذلك أن جهز خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 جيوش لمقاتلة المرتدين في بلدان العرب. ومن بين هذه الجيوش خص خليفة الرسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا إلى البحرين، وقدم لهذا الجيش الكبير صحابيا جليلا ووليا كبيرا من أولياء الله تعالى قائدا له، واسم هذا الصحابي الجليل علاء بن الحضرمي. فلما خرج العلاء ومن معه من الصحابة لم يكن لهم أي طريق يسلكه الجيش إلى البحرين سوى الصحراء المخوفة التي تعرف الآن بربع الخال. فلما وصل العلاء ومن معه من الصحابة إلى البحرين وجدوا أعداءهم وراء البحر، يعني حال بينهم وبين أعدائهم البحر، ولم تكن لهم سفن ولا مركب يركبونها ليصلوا إلى مقصدهم. فقام العلاء بن الحضرمي وصلى ركعتين ورفع يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى وقال لأصحابه اعبروا معي. فمشى العلاء ومن معه من الصحابة على متن البحر كما ترون، كما يمشي أهلنا على الأرض. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو من أفراد الجيش: فوالله مشينا على الماء فما ابتلت قدم ولا خف بهير ولا حافر دابة. وهذا إن دل إنما يدل على أن الله تعالى قادر على كل شيء. ولذلك فالمسلم إذا نزل به الهم أو اشتد به الكرب أو ضاقت عليه الحالة يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه، لأن الله تبارك وتعالى قادر على فعل كل شيء. وهذه الحادثة هي المقصود في بيتي عفيف بن المنذر في كتاب تاريخ الإمام الطبري، وكذلك ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول عفيف بن المنذر وهو من أفراد الجيش أيضا: ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلك البحار الأوائل. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذ يقول: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله.